بنرحب بالمطرب الشعبي دياب معانا في بوابة اخبار اليوم. اهلا وسهلا بيك واهلا وسهلا بجمهور اخبار اليوم. طبعا احنا عايزين نفكر دياب طبعا الاول باغنيه غمازات الاول سمعناها في 2005 وبعدين فجاه انت اختفيت وبعد كده عملت الكليب من قريب، فعايزين نعرف يعني من 2000 يعني ايه بقى فتره، ايه سبب فتره الغياب دي؟ والله فترة الغياب دي كان بسبب أولويات أخرى كانت عند الشركة المنتجة أستاذ نصر محروس، كان في أولويات أخرى للمطربين والنجوم، يعني الشغل معاهم كان ساعتها أهم مني وليهم الأولوية عشان كانوا بادئين في ألبوماتهم، فلازم الألبومات دي تكمل، وأنت عارفة أستاذ نصر بيشتغل بالراحة شوية، فالألبومات دي كانت بتاخد وقت معاه. كان في شيرين وكان في تامر وكان في بهاء سلطان وكان في سوما شغالين في ألبومها، فاستنى لما اخلص الحاجات دي عشان نبتدي يبني لي افكار نبتدي بيها نعرف السكه اللي احنا ماشيين فيها عامله ازاي. التاخير دوت عطلك عن مشوارك الفني؟ بصي انا مؤمن بالقدر جدا يعني، فاكيد اتعطلت سنين واكيد ده خد من عمري، يعني من عمري عموما مش من عمري الفني، لان العمر الفني ده ما بيقصش بالسنين، في ناس بتفضل شغاله في الفن لغايه ما تموت وتبقى موجوده وفعاليه، وفي ناس بتشتغل سنتين ثلاثه وتختفي. فانا مؤمن بالقدر جدا ومؤمن لكل مجتهد النصيب. يعني الاغنيه كانت مكسره الدنيا والناس كلها كانت بتشغلها في الافراح، يعني انا ما كانش تقصير مني يعني، ومش هقول تقصير من الشركه المنتجه، حارمل لهم على الظروف يعني. ما فكرتش ان انت تسيب شركه فري ميوزك وتروح لشركه تانية بالرغم الوقت ده كله؟ يعني ما كانش ينفع افكر في بالشكل ده ساعتها، يعني ما لان انا بدات مشوار مع حد فلازم اكمله معاه للاخر واستنى واصبر شويه لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى ياذن. يعني بنبارك لك بقى دلوقتي على ألبوم يا وادي يا سوسو، ليه بقى اخترت اسم الألبوم الأغنية الهيت بتاعته تكون يا وادي يا سوسو؟ والله عشان هي أكتر اسم تجاري وكوميرشال شوية ويشد نظر الناس للألبوم ويخلي الناس تبص عايزة تعرف المحتوى اللي جوه بيقول إيه، فأنت دايما لما بتنزلي منتج بتحاولي تدوري على أكتر اسم تجاري فيه، فده كان يعني ده كان سبب اختيارنا لوادي يا سوسو. كلمنا بقى على تعاونت مع مين في الالبوم من شعراء وملحنين وموزعين. شعراء استاذ نصر محروس والفنان امير طعيمه والفنان محمد عاطف والفنان ملاك عادل والفنان حسني وتتك وعزيز الشافعي، ملحنين عزيز الشافعي، محمد يحيى، محمد راجح، محمود عبد العزيز، ونادر عبد الله شعراء، انا اسف جدا جدا يا نادر، والملحنين انا قلت عزيز ومحمد يحيى ومحمد راجح ومحمود عبد العزيز ورامي جمال واحمد محي. اسمع بقى جزء من اغنيه يا وادي يا سوسو. ترى اللي يعمل في الجميل حقك تبوسه، مش تفكر تجرح وعايز تدوسه، لسه بدري عليك قوي لسه انت سوسو يا وادي يا سوسو. عايز اعرف رايك في التطور اللي حصل في مستوى الغنى الشعبي. طبعا زمان كنا نسمع محمد رشدي والعزبي، دلوقتي لقينا فرقه المهرجانات. ما ينفع يعني احنا لا رجعنا للخلف ولا طلعنا قدام، احنا ضربنا غطس. فده اللي حصل للاغنيه الشعبيه في ال 10 15 سنه الاخرانيين. بعد اختفاء جيل العمالقه واخر عنقود جيل العمالقه لما ابتدى يتهاوى، يمكن يعني يمكن الوحيد اللي كان ماسك نفسه شويه ولا زال يعني ربنا يديله الصحه وبيحاول يعافر وبيحاول يعني يجاهد، يعني الفنان حكيم وبهاء سلطان. باقي اللي بيحصل مع احترامي ليه يعني مش ده المحتوى اللي احنا يعني نرفع يافطه نور، احنا اللي شايلين رساله الغنى الشعبي على كتفنا يعني. البقيت اللي بيحصل يزعل يزعل بجد، يعني اشباه مطربين واشباه موهوبين وارباع موهوبين وحاجه بصراحه مزريه يعني، يعني تزعل جدا، بتخلي الواحد حزين جدا على الحاله اللي قالت ليه يعني شكل الاغنيه الشعبيه. فبس كل واحد يعني انا عن نفسي بحاول، من الناحيه دي بحاول، اكيد في ناس كتير تانية بتحاول، واتمنى ان احنا يعني عددنا يزيد، عدد المحاولين والمجاهدين يزيد شويه عشان بقدر الامكان نحاول نحافظ على هويتنا شويه، لان بجد يعني هويتنا تمرمغ بيها التراب يعني. اغاني شعبيه بتركز على لفظ خارج او افيه عشان تعمل سكسيل الاغنيه وتكسب ناس. اطلقوا عليها شعبيه بس احنا يعني انا عايز اعرف دلوقتي بقى التعريف العلمي للاغنيه، مش هقول علمي، التعريف الدائري للاغنيه الشعبيه هو اي حد بيهجس يقول اي كلام يبقى اغنيه شعبيه؟
بقى دلوقتي اي حد بيسف او بيقول كلام خادش للحياه او في اسقاطات جنسيه بقى اغنيه شعبيه، وده حرام يعني، مش يعني مش صح يعني، يعني مش صح ان احنا نوصم الاغنيه الشعبيه بهذه الالفاظ يعني. كان اللي بيحصل ده والناس اللي عماله تزعق والناس اللي عماله تسرسع والناس اللي عماله تنشز، ده مش غنى شعبي، ده قله ادب. في العو باني الاغنيه على مثل شعبي يا حبيبي ده اللي يخاف من العفريت يطلع له، فما بين الاغنيه على مثل شعبي لا في اسفاف ولا في قله ادب ولا في تهاجمنا عشان كلمه العو، مع ان انا مش شايف فيها اسم، ما فيهاش حاجه عيب يعني، بدليل ان انا بقولها لك انت ما كرمشتيش وشك مع انك بنت يعني. فاي حد هيسمعها في الشارع مش هقول ايه الكلام العيب ده يعني، فاهمه؟ ممكن يكونوا هم عايزين يعني كل واحد وذوقه، بس هي يعني الغنى في الاول والاخر انا بعمل حاجه اتحاسب عليها قدام ربنا. انا مش هقبل على اهلي ولا وانا راجل متربي في منطقه شعبيه وراجل اساسي فلاح، فمش هقبل ان انا اغني اغنيه مسفه او تاخدش حياه اهلي او بناتي، بنات اخواتي او بنات يعني جيراني او كده، مش هقبل ان انا اغني اغنيه كده عشان اتحاسب عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى. من زمن العجايب يا زمان ما فيهوش طيب والأسوأ من القرايب، بقينا ناس نتعايب لو قلنا حاضر وطيب، يا قلبي مفيش حبايب في الحب ملكش نايب، بيحبوا دمع عينك ده احنا في زمن العجايب. دياب انت بتملك صوت طربي اصيل ودايما وصوتك في طبقه عاليه، انت ليه حاصر نفسك في الاغاني السريعه؟ هو انا مش حاصر نفسي، هو انا يعني ده اللون اللي انا يعني حطيته على عاتقي ان انا اقدمه بمنظور مختلف، انا والاستاذ نصر. فاستاذ نصر في المقام الاول طبعا، عشان يعني انا يعني هو اللي بيفكر وهو اللي بيقرر وبنشترك مع بعض يعني بنشتبك بارائنا واذواقنا وفي الاخر الاصلح بنعمله. اكيد عندي طموحات ان انا اقدم اشكال موسيقيه اخرى، وانا عملت ده في الالبوم، عملنا غنوتين دراما، والالبوم اللي فات كان فيه غنوه دراما ومش كل الاغاني كانت بالشكل الشعبي اللي هو المفهوم، بس اكيد انت في الالبوم بيبقى عندك طموحات كتير ممكن ما تقدريش تحققها كلها. سمعنا بقى دلوقتي جزء من اغنيه عم يا عم. يا مولع الدنيا الدنيا غدارة، ولعت لي قلبي عملت لسجارة، خلصتها بسرعة مش كنت بالراحة يا حبيبي بالراحة يا عيني بالراحة. بتريد احنا بنختم معاك لقائنا، عايزين تسمعنا جزء من اغنية العقوق. خليك طيب ويايا ارضك واعمل لك جو، هتعيشها سوي معايا ما بلاش يا حبيبي السو، لو هنكمل على كده تيجي كده وانا اجي كده، ده انا لم عليك الدنيا واتجنن واعمل عو. مرسي جدا ليك يا دياب ونورتنا في اخبار اليوم. انا اللي بشكرك وبشكر مؤسسه اخبار اليوم، مؤسسه القوميه المحترمه، ومتشكر جدا لمجهودكم معايا النهارده، ويا رب يكلل تعبنا كلنا خير، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه طول الوقت تعجب الناس.